السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، طبعا سيزون جديد. السيزون الجديد ما اعرف شو رايكم فيه، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم سيزون جديد. فبالنسبه لي هذا افشل سيزون، ما في شيء حلو فيه، فما بعرف. فاعطوني رايكم انتم كمان بالتعليقات شو رايكم بالسيزون الجديد. وبهذا الجيم نزلنا مطار، ففي مواجهات حلوة، في عدد كيلات حلوة، وجبت لكم لقطة جديدة كرمال إذا صاحبك بده يسرق لك الكيل تلحق حالك. فتابعوني، اللقطة صارت بالمطار وجسر المطار اللي جوا المطار، طبعا هذا البرج الطويل. فاللقطة صارت هنيك، بتمنى انك تعطيني رأيك على اللقطة مشان صاحبك إذا بده يسرق كيل تعمل نفس الحركة وتروح تاخذ كيلك وما يسرق لك اياه. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا لايك وتكتب لنا كومنت حلو على ذوقك. وإذا كنت أول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا تأخرت عليكم تنزيل الفيديو، صارت معي قصة من امبارح، لهيك ما أحسنت أمنتج ولا أصور، فكان راسي مشلول، فكان في شرطة وما شرطة بالموضوع. فبتمنى أنكم تعذروني على هذا الشيء. ولا بترككم على الفيديو، مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم. شكو هون واحد قريب علينا. طلع على اللوبي، يلا وين هذا بوت اللي هون نزلته؟ ولا تعال خذ سكوب ستيك هرمه زي ثاني. وين انا كابوس انت مكمبر؟ enemies ahead enemies ahead. دخل بالزريعه، دخل بال هون هون هون. Enemies ahead. باك عم كنس الناس، بيطلع لك في دي بي. لو تشوف كابوس كيف نزلت من فوق. شفتك عملت حركة كريشنا؟ ما كريشنا، عملت حركة مريشنا. فيلم هندي. فيلم هندي.
في الهندي. سيارة قدامي بعمل لكم السيارة فرقة حركة هندية كمان. تعالوا. لا عندك كثير حركات هندية. انزعجت يا زلمة اليوم والله، كل ما عم بتذكرها عم بموت يا زلمة. كيف هيك بصير فيني؟ واحد اجى على اساس يشتري مني الموبايل، فاخذت له موبايل ونسيت الكرتون جوا، هو واقف على الباب اعطيته ماسك الموبايل ونسيت اخذ الموبايل من ايده، اجيت بدي اخذ له الكرتون طلعت ما لقيته، ما اخذ الموبايل وهرب ابن الحرام. ايه والله أي موبايل ايفون 8 بلس. اتصلت بالشرطة، اجوا الشرطة سيارة شرطة وثلاثة قاعدين بالسيارة، اخر شيء قال والله ما فينا نعمل شيء. لعن ابوكم على ابو هيك دولة، قال ما فينا نعمل شيء. منطقة معبى كاميرات، قال شو؟ منطقة معبى كاميرات، قال ما فينا نعمل شيء. قال مال ورانا سكواد كامل، دير بالك. واحد ورا السور عندي شجرة. تعال تعالوا تعالوا على البيت. معك بش 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 عم يشيل. اضربوا كم طلقة، اضربوا كم طلقة. شيالي اذا تلوت بعملك توت. ايه شو بتماني وينو؟ روح توصل على الميلتا باور. ضربوه قبل الزون ولا بعد الزون؟ كيف نازلون دروب؟ قبل الزون قبل الزون. ليكن هون هدو 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 هدو، خليهم يروحوا على الدروب. ليكو عند الدروب سيارة؟ طيب ما في مو مبين حدا. اجتهم اجته سيارة. هو ورا الدروب ما؟ سرقوا كيلات؟ سكوات. enemies ahead. ما ضل عندي طلق. مشكور. خلاص هذول اقصص. كفو لا لا حاطين كم كيلو جالك؟ ما جاني ولك، جاني كيل واحد بس. وين ماتوا هذول؟ ماتوا؟ ليكون ميتين هون؟ ليكون ميتين هون؟ هذوليك ماتوا شالوهم. هذول كلاتك؟
وين هدول قهرمان؟ على 180 عسير 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 يلا كلهم هدول سرقوا لك الكيلات يا الله نزلت هون هدول سرقوا لك نزلت هون هدول اللي سرقوا لك شو عامل يا الله شو عامل كيف جايين لهون عليكم عندي ليكم جوا البيت واقف لا تطلع لحالك ضرب كان طلقة ضرب زير قبلة 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 طاوة 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 استنى بس شوي ليك ورا منار ورا منار قدامك قهرمان انت اللي ضربت قانون جديد للسكواد التفنيش بالطاوة خاصة لجماعة الكمبرة نوك وتفنش بالطاوة في واحد في عالم بالبيوت كأنه جماعة الجبل نزلوا على البيوت واحد هن نزلوا على البيوت وواحد فوق على الجبل نوك enemies ahead اخذ بودي اخذ بودي ليكم كمبر جنبي ليكم ليكم على الجبل على الجبل كرات ثاني ورانا شباب ثاني ورانا بهذا البيت كفو هم فنشتوا بالطاوة هذا اللي نزل كفو منك اسطورة علي كان مكمبر هذا اللي كمبر اللي كمبر هون نزلته بال شو اسمه انت قدامي تعال كابوس وقفوا ثلاثتكم وينك انت يا واحد انت وينك انت يا واحد انت هذا انت يلا